حديث أكثر حول تحركات الأسواق الأسيوية. ينضم إلينا من سيدني بيتر ماغواير، الرئيس التنفيذي لشركة XM. بداية، التحركات التي شهدناها على الأسواق الأسيوية في المنطقة الحمراء من بعد القرار الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية والتي كانت وفق التوقعات، كيف تقرأ اليوم التحركات بالنسبة للأسواق الأسيوية؟ صباح الخير. هناك بضع أمور. أولا، نرى بيعا في أستراليا. ثانيا، معظم المنطقة الأسيوية في النطاق الأحمر، وهناك أيضا بعض الأسواق قد ارتفعت 1 و2%. إذا كان هناك تراجع في هذا اليوم في سوق الأسهم، والداو جونز قد ارتفع قليلا، وهناك تحركات في العملات، ولكن إجمالا سوق الأسهم في النطاق السلبي اليوم. نعم، شهدنا أيضا فيما يتعلق ببنك اليابان الذي ثبت معدلات الفائدة واستمرارها في مستويات السلبية. في رأيك، لأي مدى هذا المشهد الذي سيستمر فيما يتعلق باتساع الفجوة ما بين القرارات الفيدرالي الأمريكي وأيضا بنك اليابان؟ إذا نظرنا إلى ناحية العملة، يمكننا أن نقول أن الين يقترب من مستويات 150، واليابان نعم متراجعة فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة. لدينا تجديد من قبل الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وعدة بنوك، ولكن بنك اليابان لم يظهر أي التزام حتى الآن برفع معدلات الفائدة. نعم، هناك معدلات فائدة منخفضة جدا في اليابان. نعم، فيما يتعلق أيضا بتدخل الحكومة اليابانية بسوق الصرف الأجنبي وأيضا بضخه لسيولة تتجاوز 30 مليار دولار، إلى أي مدى ستكبح التراجعات التي شهدناها على الين خلال الفترة الماضية؟ أعتقد أنه سيكون من الصعب أن يتم تحديد هذا التراجع ببساطة، لأن الدولار الأمريكي يرتفع، وقد نصل حتى إلى مزيد من الضغوط على الين الياباني هبوطا. وبالعودة إلى مستويات 150، لن أكون متفاجئا غدا أو حتى يوم الاثنين أن يكون هناك تراجع، وأن بنك اليابان سوف يعكس ما حدث يوم الجمعة، وذلك بالتحفيز الضخم الذي قدموه. وربما سوف يكون هناك نظر إلى التقنيات حتى يكون هناك لديهم تضخم عند 3% أو أقل من ذلك. وأيضا هذا على النقيض في الولايات المتحدة وطبعا أوروبا. ولو تحدثنا الآن فيما يتعلق بالاقتصاد الصيني وهذا الاقتصاد وتعهدات الحكومة الصينية بمواصلة دعم الاقتصاد لتحقيق مستويات نمو، لكن ما نشهده أيضا من عوائق وتحديات لسياسة صفر كوفيد وانعكاسها أيضا على القطاع التصنيع والإنتاجية، برأيك إلى أي مدى هذه الإجراءات والدعم الحكومي سيسعف الاقتصاد الصيني وأيضا قطاع التصنيع خلال الفترة المقبلة؟ هذا سوف يخلق أمرين أو قضيتين. أولا، هناك تضخم يؤثر على العالم أجمع، إذا تكلفة كل شيء ترتفع. ثانيا، لدينا ضعف في اليوان الصيني مقارنة بالدولار الأمريكي، وأيضا السياسة الإجمالية فيما يتعلق بكوفيد صفر كيف ستؤثر على الصين على اعتبار الشتاء في الصين. إذا الأثر على الصين قد يكون كبيرا خلال الأشهر القليلة القادمة من ناحية النمو الاقتصادي. وأعتقد أن هذا يتعلق أو هذه السياسة التي تتعلق بكوفيد قد تؤثر على الاقتصاد على المدى القصير إلى المتوسط أيضا. المركزي الأسترالي قام برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس والتي جاءت أقل من التوقعات. كيف كانت ردة الفعل على العملة في هذه الأثناء من بعد قرار المركزي؟ وكيف نظرتك للمستقبل بالنسبة للعملة الأسترالية؟
أعتقد أنه من الناحية الأولى هناك من يتوقع أن يكون هناك رفع بخمسين نقطة أساس، وكان هناك تضخم عند 7.3% في أستراليا، وأيضا هذا ما أثر على الدولار الأسترالي، ويبدو أن هناك استمرار في التراجع مقارنة بالدولار الأمريكي. إذن هناك اتجاه هبوطي للدولار الأسترالي، ولا نتفاجأ أن نصل إلى مستويات 62 قريبا جدا. إذن معنا من سيدني بيتر ماغواير الرئيس التنفيذي لشركة XM، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.